السلام عليكم واهلا بيكم في محاضره جديده من سلسله ايزي فيسيولوجي. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الريسبيريشن، هنشرح ان شاء الله درس مهم جدا وهو ديفيوجن اوف جازز اللي هي الاكسجين والكربون دايوكسيد. درس مهم جدا محتاج تركيز شويه عشان ان شاء الله نفهمه بشكل كويس، درس لازم نفهمه ان شاء الله كويس عشان الاجزاء اللي بعد كده والمحاضرات اللي بعد كده نفهمها بشكل سليم ويبقاش فيها مشاكل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا. زي ما كلنا عارفين الهواء بيدخل لللانج لحد ما بيوصل عندنا للالفيولوس او للالفيولاي. الالفيولاي زي ما احنا شايفين كده متحوطه بنتورك من الكابيلاريز بتغطي السيرفيس بتاع الالفيولاي. الشبكه من الكابيلاريز دي جزء منها بيبقى داخل اللانج وجزء منها بيبقى خارج من اللانج. يعني ايه الكلام ده؟ الجزء اللي داخل لللانج دوت هو اللي بيبقى شايل الفينوس بلاد، لكن الجزء اللي خارج من اللانج دوت هو اللي بيبقى شايل الارتيريال بلاد. زي ما كلنا عارفين الفينوس بلاد دوت بيبقى شايل دم، او الجزء الفينوس دوت بيبقى شايل دم. الاكسجين فيه بيبقى قليل، لكن الكربون دايوكسيد بيبقى عالي. لكن الارتيريال بلاد العكس، بيبقى فيه الاكسجين هو اللي عالي لكن الكربون دايوكسيد هو اللي قليل. كأن الجاز اكستشينج او الديفيوجن اوف جازز دوت الهدف منه ان انا بتخلص من الكربون دايوكسيد العالي دوت بطلعه بره الجسم، والاكسجين اللي كان قليل دوت بزوده عن طريق ان انا باخد الاكسجين من الالفيولاي بدخله للبلاد عشان الارتيريال بلاد يبقى مليان بالاكسجين. يبقى الشكل اللي قدامنا دوت لازم نبقى فاهمينه كويس، لازم نبقى موجود في دماغنا. الالفيولاي بيبقى حواليها شبكه من الكابيلاريز، نتورك من الكابيلاريز، اللي بيحصل جاز اكستشينج ما بين البلاد وما بين الهواء اللي موجود عندي جوه الالفيولاي. لو افترضنا ان الالفيولاي اللي عندنا، الالفيولاس اللي عندنا دي عامله زي الكوره، لو جينا من النص هنا قسمناها عشان نبدا ان احنا نبص جواها عشان نشوف الاستراكشر اللي موجود جواها وشكل الكابيلرز اللي موجوده حواليها دي لو بصينا عليها من فوق. يبقى احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنقطع عندنا الكوره دي، الالفيولاس دي هنقطعها من النص كده ونبص عليها من فوق نشوف من جوه فيها ايه وحواليها الكابيلرز اللي حواليها دي بيبقى شكلها عامل ازاي. زي ما احنا شايفين قدامنا كده مجموعه من الالفيولاي. اللي قدامنا دي الفيولاس بتبقى مليانه هواء، حواليها زي ما احنا شايفين بيبقى مجموعة من الكابيلاريز اللي بتحوطها، شبكة من الكابيلاريز. لو بصينا هنا في المنطقة دي، ده الوول بتاع الالفيولاس، ده الوول بتاع البلاد كابيلاري. المنطقة دي مكان الالتقاء ما بين الالفيولاس والكابيلاري، بنقول عليه الفيولر كابيلاري ميمبرين. ليه الفيولر كابيلاري ميمبرين؟ لان هو مكان الالتقاء ما بين الوول بتاع الالفيولاس والوول بتاع الكابيلاري. المنطقه دي اللي بنقول عليها الالفيولر كابيلاري ميمبرين ليها اسم تاني وهو الريسبيراتوري ميمبرين. يبقى احنا عندنا دلوقتي الحته دي هي اهم حته، تعتبر اهم حته، وكلامنا كله هيكون عن الحته دي النهارده ان شاء الله. الحته دي بنقول عليها الفيولر كابيلاري ميمبرين، او الاسم التاني ليها ريسبيراتوري ميمبرين. ليه بنقول عليها ريسبيراتوري ميمبرين؟ لان عملية الريسبيريشن هتحصل خلال الميمبرين ده. لو اخدنا الحتة دي وكبرناها شوية، بصينا هنا زي ما احنا شايفين، ده عندنا الجزء دوت اللي هو الالفيولاس اللي بيبقى فيها الاير، الجزء دوت هو الكابيلاري اللي بيبقى موجود فيه البلاد والار بي سيز، ودون المنطقة دي اللي بنقول عليها الريسبيراتوري ميمبرين او الالفيولر كابيلاري ميمبرين. ليه قلنا عليها ريسبيراتوري ميمبرين؟ لان دوت الميمبرين اللي بيحصل من خلاله الريسبيريشن، ده الميمبرين اللي من خلاله هيحصل عملية الجاز اكستشينج. احنا عندنا الدم اللي رايح لللانج قلنا بيبقى فيه كربون دايوكسيد عالي، بالتالي انا ببدا ان انا اخرج الكربون دايوكسيد دون، بطلعه من البلاد كابيلاريز عندي، بطلعه بطرده بره للالفيولاس عشان يطلع بعد كده في الاير خارج الجسم. عندي الاير اللي جوه الالفيولاس دوت فيه الاكسجين، ببدا ان انا ادخل الاكسجين عندي للدم عشان يبدا يروح بعد كده لباقي اجزاء الجسم. يبقى عرفنا ليه سميناه ريسبيراتوري ميمبرين، لان عمليه الريسبيريشن بتحصل من خلال الميمبرين ده، عمليه الجاز اكستشينج بتحصل من خلال الميمبرين ده.
الكربون دايكسيد بيبدأ ان هو نطرده بره الجسم، والاكسجين بيبدأ ان احنا نمتصه عشان يبدأ يدخل للدم ويروح لباقي اجزاء الجسم. يبقى كلامنا النهاردة ان شاء الله هيكون عن الديفيوجن اوف جازز، حركة الاكسجين والكربون دايكسيد من الالفيولاي للبلاد كابيلاري ومن البلاد كابيلاري للالفيولاي. زي ما احنا شايفين قدامنا دي الالفيولاي جواها الاير وحواليها البلاد كابيلاري، ده الريسبيراتوري ميمبرين اللي قلنا من خلاله بيحصل عمليه الديفيوجن اوف جازز. الميمبرين دوت هو اللي بيفصل لي ما بين الاير اللي جوه الالفيولاي وما بين البلاد اللي جوه الكابيلاري. يبقى الريسبيراتوري ميمبرين هيحصل من خلاله الديفيوجن، هو اللي بيفصل لي ما بين الاير وما بين البلاد. قلنا ان احنا عندنا الاكسجين بيبدا يحصل له ديفيوجن من الالفيولاي عشان يدخل للبلاد كابيلاري للار بي سيز، الكربون دايكسيد بيحصل له ديفيوجن من البلاد عشان يخرج بره يروح للالفيولاي عشان يخرج بعد كده بره الجسم بتاعنا. وزي ما قلنا عمليه الديفيوجن اوف جازز او عمليه الجاز اكستشينج دي هدفها ان انا بحول الفينس بلاد اللي داخل اللنج عندي الى ارتيريال بلاد يخرج من اللنج عشان يروح لبقيه اجزاء الجسم. الفينس بلاد اللي كان مليان كربون دايكسيد خرجنا الكربون دايكسيد وبدانا ان احنا ندخل الاكسجين عشان يروح بعد كده يتوزع على كل اجزاء الجسم. ازاي بتحصل عمليه الديفيوجن اوف جازز دي؟ ازاي الاكسجين بيدخل والكربون دايكسيد بيخرج؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي ان شاء الله. عمليه الديفيوجن اوف جاز عندنا في بعض العوامل بتزود الديفيوجن اوف جاز وبعض العوامل بتقلل لي الديفيوجن اوف جاز، والعوامل دي بتختلف. هل الوسط بتاعنا جيزيس؟ يعني هل الغازات عندي الجازز دي بيحصل لها ديفيوجن في وسط غازي، ولا هل الغازات دي بيحصل لها ديفيوجن في وسط ايكيوس؟ يعني لازم الغازات دي عشان تعدي من ناحيه لناحيه لازم بتعدي جزء فلويد عشان تدوب فيه وتعدي للناحيه الثانيه. يبقى احنا عندنا دلوقتي هنتكلم دلوقتي على العوامل اللي بتزود لي الديفيوجن اوف جاز وايه العوامل اللي بتقلل لي الديفيوجن اوف جاز. هنتكلم كده بشكل عام وبعد كده هنقول اللي بيحصل في جسمنا بالظبط. الحاجات اللي نبدا اول حاجه بالحاجات اللي بتزود لي الديفيوجن اوف جاز، حركه الغازات. اول حاجه معانا هي البريشر جريدينت، يعني كل ما كان فرق الضغوط عالي، كل ما كان فرق الضغوط كبير، كل ما دوت هيساعد عمليه الديفيوجن، هيساعد عمليه مرور الغاز. يعني لو عندنا هنا البريشر عالي والبريشر هنا قليل، الغاز هيبدا ان هو يتحرك من الناحيه دي للناحيه دي بسهوله. لكن لو البريشر جريدينت ما بين الاثنين متساوي او قليل، هيبدا ان الغاز عندي او الغازات عندي هتتحرك بشكل صعب شويه او بشكل قليل. يبقى كل ما كان البريشر جريدينت فرق الضغوط عندي كبير خالص، كل ما ده هيسهل لي ان الغاز يتحرك من الضغط العالي عندي للضغط القليل. يبقى ده اول فاكتور معانا اللي هو البريشر جريدينت. الفاكتور الثاني معانا السيرفيس اريا، السيرفيس اريا اللي بيتحرك او اللي بيحصل من خلالها الديفيوجن. كل ما كانت الاريا اللي بيحصل خلالها ديفيوجن كبيره، كل ما ده هيساعد ان الغاز يحصل له ديفيوجن بشكل احسن. كل ما هيلاقي مساحه كبيره يتحرك من خلالها، كل ما دوت هيزود لي عمليه الديفيوجن. الحاجه الثالثه معانا التمبريتشر، كل ما كانت درجه الحراره اعلى، كل ما ده زود لي عمليه الديفيوجن. يبقى ايه هي العوامل اللي بتزود لي الديفيوجن، بتساعد على حركه الغازات او الديفيوجن اوف جازز؟ احنا بنتكلم دلوقتي على لو احنا في وسط جيزيس، في وسط غازي. اول حاجه قلناها البريشر جريدينت، فرق الضغط لازم يكون عالي، كل ما كان عالي كل ما حركه الديفيوجن كانت اسهل. تاني حاجه السيرفيس اريا، كل ما كبرنا السيرفيس اريا اللي من خلالها بيحصل ديفيوجن، كل ما ده طبعا هيساعد لي في عمليه الديفيوجن. تالت حاجه التمبريتشر. في حاجه رابعه معانا كمان اللي هي الدنسيتي او الكثافه، كل ما كانت كثافه الغاز بتاعي اللي بيحصل له ديفيوجن اكبر، كل ما دوت هيساعد في عمليه الديفيوجن بتاعته وهيزود لي عمليه الديفيوجن. يبقى اربع حاجات بيساعدوا لي او بيزودوا عمليه الديفيوجن اوف جاز. امال ايه الحاجات بقى اللي بتقلل لي الديفيوجن؟ الحاجه الاولانيه هي المولكيولار ويت، الوزن الجزيئي بتاع الغاز دوت. والله لو الغاز دوت الوزن الجزيئي بتاعه كبير،
طبعا هيبقى الحركه بتاعته قليله، هيبقى الديفيوجن بتاعه قليل. لكن لو الوزن الجزيئي بتاعه صغير، بالتالي هيبقى سهل جدا ان هو يتحرك ويبدا ان هو يحصل له ديفيوجن بسهوله. الحاجه الثانيه اللينث او الثيكنس بتاع الممبرين اللي هيتحرك خلاله الغاز ده، هل الثيكنس دوت كبير ولا قليل؟ طبعا بالعقل كده، لو الثيكنس، لو الممبرين دوت تخين اكيد عمليه الديفيوجن هتبقى صعبه، لكن لو الثيكنس بتاعي رفيع وصغير هيبقى عمليه الديفيوجن هتبقى سهله. يبقى حاجتين بيقللوا لي عمليه الديفيوجن، الموليكولار ويت الوزن الجزيئي، والحاجه الثانيه اللي هي الثيكنس بتاع الممبرين اللي بيعدي من خلاله او اللي بيحصل من خلاله عمليه الديفيوجن. لو زاد الموليكولار ويت عمليه الديفيوجن هتقل، لو زاد الثيكنس بتاعي دوت عمليه الديفيوجن هتقل. الكلام ده كله ممكن نلخصه في المعادله دي، الديفيوجن ريت عندي، معدل الديفيوجن بيزيد مع حاجات وبيقل مع حاجات. الحاجات اللي بتزوده اللي احنا لسه قايلينها، البريشر جريدينت، السيرفيس اريا، التمبريتشر والدنسيتي اللي هي كثافه الغاز. الحاجات اللي بتقلل لي عمليه الديفيوجن الموليكولار ويت واللينث او الثيكنس بتاع الممبرين بتاعي. يبقى نقدر نقول ان الديفيوجن دايركتلي بروبورشنال تو الاربع حاجات دول، وانفرسلي بروبورشنال تو الحاجتين دول. يبقى بيتناسب طرديا مع اربع حاجات وبيتناسب عكسيا مع الحاجتين اللي تحت دول. وما ننساش ان احنا دلوقتي بنتكلم في الديفيوجن اوف جاز في وسط غازي، جيزيوس ميديوم. طيب احنا عايزين دلوقتي نعرف يا ترى الاكسجين ولا الكربون دايكسايد اللي بيعدي بسهوله وبيحصل له ديفيوجن احسن من التاني. لقوا ان هو عندنا على حسب الموليكولار ويت وعلى حسب البريشر جريدينت، لقوا ان الاكسجين بيحصل له ديفيوجن اكتر من الكربون دايكسايد ب 12 مره. يبقى احنا عندنا دلوقتي مين في الاثنين دول اللي بيحصل له ديفيوجن بشكل احسن، بشكل اكتر؟ الاكسجين. على حسب ايه؟ على حسب الموليكولار ويت وعلى حسب البريشر جريدينت. قد ايه الاكسجين بيحصل له ديفيوجن اكتر من الكربون دايكسايد ب 12 مره؟ لان هو على حسب الموليكولار ويت الاكسجين بيحصل له ديفيوجن احسن من الكربون دايكسايد 1.2 مره، وعلى حسب البريشر جريدينت لقوا ان الاكسجين بيتحرك وبيحصل له ديفيوجن احسن واكتر من الكربون دايكسايد ب 10 مرات. مجموع الاثنين لقوا ان في الاخر المحصله على حسب الاثنين فاكتورز دول الاكسجين بيحصل له ديفيوجن اكتر 12 مره من الكربون دايكسايد. ليه الاكسجين بيحصل له ديفيوجن احسن من الكربون دايكسايد على حسب الموليكولار ويت؟ لان زي ما احنا عارفين الاكسجين بيبقى الموليكولار ويت بتاعه قليل، لكن الكربون دايكسايد الموليكولار ويت بتاعه اعلى، فكل ما كان ده الموليكولار ويت بتاعه صغير قليل كل ما يحصل له ديفيوجن احسن، وهو ده فعلا اللي حاصل عندنا. يبقى نبقى عارفين كويس جدا دلوقتي المعلومه دي، لحد دلوقتي مين اللي بيحصل له ديفيوجن احسن؟ الاكسجين بيحصل له ديفيوجن احسن من الكربون دايكسايد 12 مره. الكلام ده هيتغير كمان شويه، بس نبقى عارفين ان لحد دلوقتي على حسب الاثنين فاكتورز دول الموليكولار ويت والبريشر جريدينت الاكسجين هيحصل له ديفيوجن احسن من الكربون دايكسايد ب 12 مره. يبقى احنا دلوقتي خلصنا الديفيوجن اوف جازز في ايه؟ في الوسط الغازي. هندخل بعد كده على الديفيوجن اوف جاز، حركه الغازات في ايه بقى؟ في الايكوس ميديوم. حركة الغازات او الديفيوجن اوف جاز في الايكوس ميديوم هو ده بقى اللي بيحصل في جسمنا، وهنعرف دلوقتي ازاي. ايه هي العوامل؟ احنا قلنا خلاص من شوية العوامل اللي بتزود لي او بتقلل لي الديفيوجن فين؟ في الوسط الغازي. هي بالظبط نفس العوامل، هي بالظبط العوامل اللي بتزود او بتقلل هنا برضو في الايكوس ميديوم، بس هنزود عليها حاجتين. ايه هي العوامل؟ نفتكر مع بعض كده، قلنا البريشر جريدينت، قلنا التمبريتشر، قلنا السيرفيس اريا، وقلنا الدنسيتي. الحاجات اللي كانت بتقلل كانت الموليكولار ويت وكانت اللينث او الثيكنس. هنزود عندنا هنا حاجتين. احنا قلنا هنا هيبقى عندنا ايكوس ميديوم، يعني الغازات لازم عشان يحصل لها، عشان تعدي من ناحيه لناحيه لازم تعدي من خلال طبقه من الفلويد. طبقه الفلويد دي بنقول عليها الانترستيشيال فلويد. يبقى احنا عندنا دلوقتي في جسمنا لو دي عندي الالفيولاي او الالفيولس، وده عندي اللي بره ده البلاد كابيلاري اللي بيحوطها، ما بين البلاد كابيلاري وما بين الالفيولس بيبقى في حاجه اسمها انترستيشيال سبيس، بيبقى موجود فيه انترستيشيال فلويد. بالتالي عشان الهواء، عشان الاكسجين او الكربون دايكسايد يتحركوا من الالفيولس
للبلاد كابيلاري او من البلاد كابيلاري للالفيوراس لازم يعدوا من خلال طبقه الفلويد دي، لازم يعدوا من خلال الانترستيشيال فلويد دي. يبقى عشان كده هو ده اللي بيحصل في جسمنا، لازم الديفيوجن اوف جاز عندنا بيحصل خلال ايكوس ميديم، لان احنا عندنا في جسمنا الانترستيشيال فلويد دوت بيفصل لي ما بين الالفيولس وما بين البلاد كابيلاري، فلازم الاكسجين والكربون دايكسيد لازم يعدوا من خلال طبقه الفلويد ده. طيب الفلويد ده عندي ليه حاجه اسمها سولابيلتي، ذوبان، درجه ذوبان، وليه حاجه اسمها فيسكوسيتي. كل ما كان الغاز عندي الاكسجين او الكربون دايكسيد بيدوب اكتر في الفلويد دون، اكيد هيبقى بيعدي اكتر، هيبقى يحصل له ديفيوجن بشكل اكتر وبشكل اسرع. طيب الفلويد دوت كل ما كانت الفيسكوزيتي بتاعته عاليه، كل ما كان الغاز هيلاقي صعوبه في ان هو يعدي من خلال الفلويد دوت. يبقى انا عندي دلوقتي نقدر نقول الفاكتورز، الاثنين فاكتورز الجداد دول، السولابيلتي بتزود لي عمليه الديفيوجن، لكن الفيسكوزيتي بتقلل لي عمليه الديفيوجن. ليه؟ السولابيلتي عندي انا دلوقتي كل ما كان الغاز بيدوب اكتر، كل ما كان الاكسجين او الكربون دايكسيد بيدوب اكتر، كل ما كان هيحصل له ديفيوجن اكتر. لكن كل ما كان الفيسكوسيتي بتاعت الفلويد دوت عاليه، كل ما كان الغاز هيلاقي صعوبه في ان هو يحصل له عمليه ديفيوجن. يبقى المعادله عندي المره دي بقى بتاعت الايكوس ميديوم، بتاعت الديفيوجن اوف جاز في الايكوس ميديوم، هي بالظبط بتاعت الوسط الغازي، بس هنزود عليها حاجتين. هنزود عليها السولابيلتي، درجه الذوبان في الفلويد دوت، يا ترى الغاز بيدوب اكتر ولا لا؟ لو بيدوب اكتر يبقى ده بيزود لي عمليه الديفيوجن. درجه الفيسكوسيتي بتاعت الفلويد دوت لو كانت عاليه، لا ده دون بيقلل لي عمليه الديفيوجن. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا على العوامل اللي بتزود لي او بتقلل لي عمليه الديفيوجن، سواء في الوسط الغازي او سواء في الايكوس ميديوم، وقلنا ان اللي يهمنا هو الايكوس ميديوم دوت، لان هو دوت اللي بيحصل في جسمنا، لان احنا عندنا حاجه اسمها الانترستيشيال فلويد، طبقه من الفلويد بتفصل لي ما بين الكابيلاري وما بين الالفيولس، وبالتالي لازم عشان الاكسجين او الكربون دايكسيد يحصل لهم ديفيوجن لازم يعدوا من خلال الايكوس ميديوم ده. طيب على حسب السولابيلتي عندنا هنا، لقوا ان الكربون دايكسيد بيحصل له سولابيلتي او بيبقى سولابل في الانترستيشيال فلويد دون اكتر بكتير جدا من الاكسجين. طالما الكربون دايكسيد بيدوب اكتر من الاكسجين، يبقى اكيد هيعدي وهيحصل له ديفيوجن اكتر بكتير جدا واسرع بكتير من الاكسجين. الكلام دوت قال لنا في الاخر ايه؟ قال لنا في الاخر ان الكربون دايكسيد طالما هو بيحصل له او بيبقى بيدوب اكتر بكتير من الاكسجين، يبقى الديفيوجن بتاعه هيبقى اكتر. يبقى السولابيلتي دي خلت لي الكربون دايكسيد الديفيوجن بتاعه يبقى احسن واكتر من الاكسجين واسرع من الاكسجين ب 24 مره. الكلام ده بيحصل ليه؟ لان عندي الكربون دايكسيد بيدوب اسرع وبيدوب احسن من الاكسجين في الانترستيشيال فلويد ده. طالما بيدوب احسن، يبقى اذا هيعدي بشكل اسرع وهيخرج بشكل اسرع من خلال الفلويد دوت، احسن بكتير جدا من الاكسجين. عشان تكون عندي المحصله في الاخر ان الديفيوجن بتاع الكربون دايكسيد هيبقى احسن واسرع 24 مره اكتر عندي من الاكسجين. يبقى ملخص الكلام اللي فات، عندنا الاكسجين بيحصل له ديفيوجن احسن من الكربون دايكسيد بمره، بواحد واتنين من عشره مره، على حسب الموليكولار ويت. البريشر ديفرنت او البريشر جريدينت بيخلي لي الديفيوجن بتاع او بيساعد على ان الديفيوجن بتاع الاكسجين يبقى احسن من الكربون دايكسيد ب 10 مرات. السولابيلتي بتخلي لي الديفيوجن بتاع الكربون دايكسيد اكتر من الاكسجين ب 24 مره. يبقى انا عندي دلوقتي الاكسجين الديفيوجن بتاعه بيزيد بحاجتين، بالموليكولار ويت وبالبريشر جريدينت، لكن الكربون دايكسيد الديفيوجن بتاعه بيزيد بحاجه اللي هي السولابيلتي ب 24 مره اكتر من الاكسجين. الاكسجين كان محصله الاثنين دول كان 12 مره، الديفيوجن بتاعه 12 مره احسن من الكربون دايكسيد، لكن الكربون دايكسيد على حسب السولابيلتي الديفيوجن بتاعه احسن 24 مره من الاكسجين. يا ترى المحصله في النهايه هتكون ايه؟ يا ترى مين من الاثنين دول، الاكسجين ولا الكربون دايكسيد، الديفيوجن بتاعه هو اللي هيبقى احسن؟ ده اللي احنا هنعرفه في النقطه اللي جايه. يبقى سبحان الله، كان طبقه الفلويد، طبقه الانترستيشيال فلويد دي
لما ربنا خلقها ولما ربنا عملها في المنطقة دي قلبت الموازين، خلت بعد ما كان الديفيوجن بتاع الاكسجين هو الاحسن، خلت الديفيوجن عندي بتاع الكربون دايكسايد هو اللي بقى احسن دلوقتي، لان هو بقى بيدوب احسن وبيدوب اكتر في المنطقة دي. كأن ربنا عايز الكربون دايكسايد يعدي ويحصل له ديفيوجن بسهولة وبسرعة اسرع من الاكسجين. طب يا ترى سبحان الله ده بيحصل ليه؟ ايه الفايدة من ان الكربون دايكسايد يحصل له ديفيوجن اسرع من الاكسجين؟ احنا عندنا في جسمنا الكربون دايكسايد دوت ما بنقدرش نستحمل ان هو يتراكم في جسمنا بكميات كبيرة. الكلام ده بسبب ايه؟ بسبب ان الكربون دايكسايد دوت بيتحد، لو تراكم بكميات كبيرة بيتحد مع المية مع ال H2O عشان يعمل الكربوليك اسيد اللي هو ال H2CO3. الكربوليك اسيد دوت ده عبارة عن حمض اسيد. الاسيد دوت هيتراكم، لما هيتراكم في جسمنا هيعمل لي حاجه اسمها اسيدوزيس، يعني هيعمل لي حموضه في الدم. الحموضه دي او الاسيدوزيس دوت لو زاد عن ليميت معين الشخص هيموت. يبقى انا دلوقتي الكربون دايكسيد دوت لو ما حصلوش ديفيوجن بشكل سريع هيبدا يتراكم في جسمنا، لو تراكم في جسمنا هيعمل لي اسيد، الاسيد دون هيبدا يتراكم هو كمان، لما هيتراكم هيعمل لي حاجه اسمها اسيدوزيس، الاسيدوزيس دوت لو زاد عن الحد الشخص هيموت وهيحصل الوفاة. يبقى سبحان الله ربنا خلق لنا الفلويد ده عشان الكربون دايكسايد يدوب فيه بسرعة وبشكل كبير، عشان بعد كده الكربون دايكسايد يحصل له ديفيوجن بشكل سريع وبالتالي جسمنا يتخلص منه بسهولة وما يتراكمش في جسمنا ويعمل لنا اسيدوزيس. طيب هنتكلم بعد كده على نقطة مهمة وهي الديفيوجن كوفيشنت، اللي هي المعامل بتاع الديفيوجن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عايز اعرف دلوقتي الاكسجين والكربون دايكسيد كل واحد فيهم الديفيوجن بتاعه قد ايه، ويا ترى مين فيهم الديفيوجن بتاعه بيبقى اكتر وبيبقى اسرع من التاني. احنا قلنا خلاص ان الكربون دايكسيد الديفيوجن بتاعه بيبقى احسن وبيبقى اسرع بكتير من الاكسجين عشان نحمي نفسنا من ان يحصل في جسمنا موضوع الاسيدوزيس. طيب يا ترى ده قد ايه؟ يا ترى الديفيوجن بتاع الكربون دايكسيد احسن واسرع من الاكسجين بقد ايه؟ الديفيوجن كوفيشنت دوت بيعتمد عندي على حاجتين، على السولابيليتي وعلى الموليكولار ويت. يعني السولابيليتي كل ما زادت كل ما زودت الديفيوجن كوفيشنت، والعكس في الموليكولار ويت كل ما زاد كل ما بيقلل لي الديفيوجن كوفيشنت. يبقى هو بيعتمد على الاثنين فاكتورز دول. يبقى احنا عندنا دلوقتي هنشيل الفاكتور بتاع البريشر جريدينت او البريشر ديفرنس دوت، وهناخد الاثنين فاكتورز دول اللي هو بيعتمد عليهم الديفيوجن كوفيشنت، ومن مجموع الاثنين دول من محصله الموليكولار ويت والسولابيليتي هنقدر نعرف يا ترى الديفيوجن بتاع الكربون دايكسيد احسن من الاكسجين بقد ايه. احنا قلنا ان الاكسجين الديفيوجن بتاعه احسن من الكربون دايكسيد 1.2 مره على حسب الموليكولار ويت، لكن الكربون دايكسيد الديفيوجن بتاعه احسن 24 مره من الاكسجين على حسب السولابيليتي. لو خدنا محصله الاثنين دول مع بعض بالنسبه للاكسجين هيطلع عندي 1.2 ديفيوجن بتاعه، لكن الكربون دايكسيد الديفيوجن بتاعه محصله الاثنين دول هيبقى 24. يبقى اذا عندي المحصله النهائيه ان الكربون دايكسيد الديفيوجن بتاعه 24 مره الى 1.2 بالنسبه للاكسجين. لو قسمنا دي على دي هيطلع عندي في الاخر 20 الى 1. يبقى انا عندي دلوقتي الكربون دايكسيد المحصلة النهائية خالص اللي بيحصل في جسمنا ايه؟ ان الكربون دايكسيد الديفيوجن بتاعه احسن واسرع 20 مرة اكتر من الاكسجين. الكلام دوت حصل بسبب ايه؟ بسبب طبقة الانترستيشال فلويد اللي ربنا خلقها ما بين الالفيروس وما بين الكابيلاري. الطبقة دي زودت السولابيليتي بتاعت الكربون دايكسايد، خلت الديفيوجن بتاع الكربون دايكسايد في المحصلة النهائية يبقى اسرع واكتر 20 مرة عندي من الاكسجين. في نقطة بعد كده اسمها السولابيليتي كوفيشنت اوف جاز، اللي هي معامل الذوبان بتاع كل غاز عندنا. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني عندي هو عبارة عن الجاز فوليوم، كمية او حجم الغاز، كم ملي يعني من الغاز بيدوب في 1 ملي ليكويد. يبقى احنا دلوقتي بنمرر الغاز، وبعد ما بنمرره بنشوف يا ترى كم ملي من الغاز دون داب عندي في قد ايه في 1 ملي ليكويد. لو عندنا لو مررنا الكربون دايكسيد، احنا لسه قايلين دلوقتي ان الكربون دايكسيد بيدوب بكميات كبيرة جدا، بيدوب احسن بكتير جدا. كربون دايكسيد المعامل الدوام بتاعه 20 او اكتر من 20 كمان.
معامل الذوبان بتاع الاكسجين لقوا ان هو واحد، معامل الذوبان بتاع النيتروجين لقوا ان هو نص تقريبا. يبقى تصديقا للكلام اللي احنا قلناه من شويه ان الكربون دايكسيد الذوبان بتاعه بيدوب اكتر بكتير جدا من الاكسجين، تقريبا 20 مره اكتر من الاكسجين، والاكسجين بيدوب اكتر من النيتروجين تقريبا بمرتين يعني الضعف. يبقى معامل الذوبان او السولابيليتي كوفيشنت هو عباره عن الغاز فوليوم اللي بيدوب في 1 مللي ليكويد، كام مللي من الغاز هيدوبوا في 1 مللي ليكويد. الكربون دايوكسيد طبعا اكتر حاجه بتدوب 20 مره او اكتر، كمان اكتر من 20 مره ضعف الاكسجين، والاكسجين بيبقى مرتين اكتر من النيتروجين. يبقى دوت معامل الذوبان بتاع كل غاز عندنا. في بعد كده حاجة اسمها الديفيوجن كاباسيتي. يعني ايه الديفيوجن كاباسيتي؟ يعني انا عايز احسب دلوقتي حجم الغاز سواء الاكسجين او الكربون دايوكسيد حجمه بالملي اللي بيعدي من خلال الريسبيراتوري ميمبرين اللي بيحصل له ديفيوجن يعني في خلال دقيقة، لما يكون عندي البريشر جريدينت ثابت وهو 1 مليمتر ميركوري. يبقى انا دلوقتي ازاي بقدر ان انا احسب حاجة اسمها ديفيوجن كاباسيتي؟ الديفيوجن كاباسيتي عبارة عن volume of gas in milli، volume of gas اللي بيحصل له ايه؟ اللي بيحصل له diffusion من خلال respiratory membrane في خلال وقت قد ايه؟ في خلال دقيقة، لما يكون عندي pressure gradient 1 millimeter mercury. احنا لسه قايلين من شوية ان الكربون دايوكسيد بيحصل له diffusion 20 مرة اسرع من الاكسجين، يبقى اكيد الديفيوجن كاباسيتي بتاعت الكربون دايوكسيد هتبقى 20 مرة اكتر من الاكسجين. يعني انا عندي دلوقتي حجم الكربون دايوكسيد اللي بيعدي في الريسبيراتوري ميمبرين في خلال دقيقة واحدة لما يكون البريشر جريدينت عندي 1 ملي ميركوري، الحجم دوت هيكون 20 مرة ضعف الحجم بتاع الاكسجين اللي بيعدي في دقيقة واحدة. حجم الكربون دايوكسيد تقريبا بيبقى حوالي 400 ملي بير مينيت بير مليمتر ميركوري، وقلنا ان هو 20 ضعف، يبقى الاكسجين عندنا هيبقى 20 ملي بير مينيت بير مليمتر ميركوري. يبقى انا عندي دلوقتي بحسب الديفيوجن كاباسيتي عن طريق ان انا بطلع الحجم اللي بيعدي في الدقيقه من خلال الريسبيراتوري ميمبرين، حجم الغاز اللي بيعدي في الدقيقه من خلال الريسبيراتوري ميمبرين لما يكون فرق البريشر عندي 1 مليمتر ميركوري. قلنا ان هو في الكربون دايوكسيد هيبقى 20 مره اكتر من الاكسجين. ليه؟ لان الكربون دايوكسيد الديفيوجن بتاعه 20 مره اكتر من الاكسجين. الحجم دوت قد ايه؟ النورمال فاليوز عندنا بتبقى قد ايه؟ والله عندي في الاكسجين بيبقى 20 ملي بير مينيت بير مليمتر ميركوري. الاكسجين اللي بيعدوا من خلال الريسبيراتوري ميمبرين في الدقيقه بيبقوا قد ايه؟ بيبقوا 20 ملي اكسجين. طيب لو ضربنا ال 20 ملي اكسجين دول ضربناهم في 20 عشان نطلع قيمه الكربون دايوكسيد، هنلاقي ان انا بيعدي عندي 400 ملي كربون دايوكسيد من خلال الريسبيراتوري ميمبرين في الدقيقه الواحده لو انا ثبت فرق البريشر عندي وكان 1 ملي متر ميركوري. طيب الفاليوز اللي احنا قلناها دي اللي هي بالنسبه للاكسجين كان 20 ملي وبالنسبه للكربون دايوكسيد 400 ملي، الكلام دوت في النورمال كونديشن ديورينج ريست واحنا قاعدين دلوقتي. لكن لو عملنا اكسرسايز الفوليوم دوت هيزيد، سواء الاكسجين او سواء الكربون دايوكسيد، الحجم بتاعهم اللي هيعدي من الريسبيراتوري ميمبرين هيزيد واحنا بنعمل اكسرسايز. الكلام ده بيحصل نتيجه ايه؟ نتيجه ان انا لما بعمل اكسرسايز السيرفيس اريا بتاعه الريسبيراتوري ميمبرين بتزيد، فبالتالي الديفيوجن هيزيد بتاع الاكسجين وبتاع الكربون دايوكسيد، بالتالي حجم الاكسجين والكربون دايوكسيد هيزيد وهيزود عندي الديفيوجن كاباسيتي. طيب ليه لما بعمل اكسرسايز الريسبيراتوري ميمبرين بتاعي السيرفيس اريا بتاعته بتزيد؟ لان لما بعمل اكسرسايز الكابيلاريز اللي رايحه لللنج بيحصل لها دايلاتيشن، بتتفتح اكتر وبتوسع اكتر. الالفيولاي نفسها في بعض الالفيولاي ديورينج ريست دلوقتي ما بتبقاش شغاله، لما بنعمل اكسرسايز بتبدا ان هي تشتغل ويبدا ان يجي لها هواء، فبالتالي انا زودت دلوقتي الريسبيراتوري ميمبرين عن طريق ان انا زودت السيرفيس اريا بتاعه الالفيولاي وزودت السيرفيس اريا بتاعه البلاد كابيلاريز، بالتالي اصبح عندي
حجم الاكسجين او الكربون دايكسايد اللي هيحصل لهم ديفيوجن هيزيد، وهتزيد عندي الديفيوجن كاباسيتي. يبقى ديورنج ريست بتبقى 20 في الاكسجين و400 في الكربون دايكسايد، لكن لما بعمل اكسرسايز بتزيد القيمه دي من مرتين لثلاث مرات ضعف الطبيعي، بسبب ان انا زودت السيرفيس اريا بتاعه الريسبيراتوري ميمبرين. طيب في بعد كده عندنا معلومه مهمه جدا عايزين نركز عشان نفهمها ان شاء الله مع بعض بسهوله. احنا عندنا الهارت ريت بتاعنا، القلب بتاعنا بيدق في الدقيقه الواحده تقريبا من 60 ل 90، من 60 ل 90 دقه في الدقيقه. المتوسط بتاعهم تقريبا 75 دقه في الدقيقه. يعني الدقه الواحده الهارت بيت الواحده بتاخد وقت قد ايه؟ بتاخد 75% من الثانيه، يعني تقريبا 3 ارباع ثانيه. في كل دقه الرايت فينتريكل بتاعي بيعمل كونتراكشن عشان يوصل الدم لللانج. يبقى انا دلوقتي عندي الزمن اللي الدم بياخده او بيستغرقه عشان يعدي في اللانج هو عباره عن الزمن بتاع الدقه الواحده، الزمن بتاع الهارت بيت الواحده اللي هو كان قد ايه، اللي هو 3 ارباع ثانيه. يبقى انا الهارت بتاعي بيعمل كونتراكشن، الكونتراكشن دون اللي هي البيت الواحده بتاخد قد ايه؟ بتاخد 75% من الثانيه. البيت الواحده دي في خلالها او اثناءها بيكون الدم عمل ترافيرس، يعني عدى في اللانج بتاعتي. يبقى الدم بياخد وقت قد ايه عشان يعدي في اللانج؟ بياخد 3 ارباع ثانيه. جميل. عمليه الجاز اكستشينج، ان الاكسجين يدخل للدم وان الكربون دايكسايد يخرج من الدم يروح للالفيولاس عشان للالفيولاس عشان يطلع بره الجسم، عمليه الجاز اكستشينج دي بتاخد وقت قد ايه؟ بتاخد ربع ثانيه، 25% من الثانيه. يبقى انا عندي دلوقتي الدم بيعدي في اللنج بياخد وقت 3 ارباع ثانيه، لكن عمليه الجاز اكستشينج ما بتاخدش غير ربع ثانيه. ليه انا عندي الدم بيفضل الوقت الكبير دون بالرغم ان عمليه الجاز اكستشينج مش محتاجه غير ربع ثانيه؟ الكلام دوت بيحصل عشان لو احنا قاعدين دلوقتي ديورنج ريست الدم بتاعنا بياخد وقت قد ايه؟ بياخد 75% من الثانيه اللي هي 3 ارباع ثانيه. لكن لما شخص يعمل اكسرسايز، لما هنعمل اكسرسايز هنزود الهارت ريت بتاعنا، لما هنزود الهارت ريت بتاعنا القلب هيشتغل بسرعه، بالتالي الدم هيعدي في اللنج بسرعه. تخيلوا لو زودنا الهارت ريت بتاعنا، الهارت ريت بتاعنا زودناه 3 اضعاف، بدل ما كان 75 بيت بير مينيت زودناه 3 اضعاف بقى 225 بيت بير مينيت. لو زودنا الهارت ريت بتاعنا فضلنا نزود فيه لحد ما يوصل لثلاث اضعاف، هيبقى عندي الوقت كافي برضو ان احنا نعمل جاز اكستشينج، لان لو زودناه لثلاث اضعاف هيبقى الوقت اللي انا بحتاجه او الوقت اللي الدم بيستغرقه وهو بيعدي في اللنج هيبقى 25% من الثانيه، هيبقى ربع ثانيه، هيبقى برضو الوقت ده كافي ان انا اعمل جاز اكستشينج. كان الفكره عندي ايه؟ ان انا دلوقتي عندي ديورينج ريست وانا قاعد الهارت ريت بتاعي قليل، الدم بيعدي براحته، بعمل جاز اكستشينج براحتي مفيش مشاكل. حتى لو زودت الهارت ريت بتاعي وزودت الدم بقى بيعدي بسرعه ما عنديش اي مشكله مهما زودت الهارت ريت بتاعي، لان هيفضل عندي برضو الجاز اكستشينج بيحصل في وقت بسيط. مهما الدم عدى بسرعه هلحق برضو ان انا اعمل الجاز اكستشينج بتاعي. يبقى سواء ديورينج ريست، سواء ديورينج اكسرسايز، سواء الدم بيعدي ببطء، سواء الدم بيعدي بسرعه، انا عندي ان شاء الله الوقت الكافي ان انا اعمل جاز اكستشينج. يبقى لو اتسالنا في الشفوي الدم عندي بيعدي في اللنج في 3 ارباع ثانيه، لكن الوقت اللي انا محتاجه عشان اعمل جاز اكستشينج هو ربع ثانيه، ليه في فرق في الوقت ده؟ عشان مهما عملت اكسرسايز ومهما زودت الهارت ريت بتاعي ومهما الدم مشي في اللنج بسرعه برضه هيفضل عندي الوقت ان شاء الله ان انا اعمل جاز اكستشينج. هنتكلم بعد كده بقى على اهم سؤال معانا النهارده، ايه هي الفاكتورز افكتنج الديفيوجن ثرو الريسبيراتوري ميمبرين؟ ايه هي العوامل اللي بتاثر لي على الريت بتاع الديفيوجن، سواء بتزود الديفيوجن او بتقلل الديفيوجن خلال الريسبيراتوري ميمبرين؟ هو الكلام اللي احنا قلناه من شويه، بس هنبدا ان احنا نرتبه. عشان نحفظ الفاكتورز دي تعالوا نبص على المعادله بتاعه الديفيوجن ريت في الايكوس ميديم. كانت عندنا المعادله بتقول ايه؟ ديفيوجن ريت في حاجات بتزوده وفي حاجات بتقلله. الحاجات اللي كانت بتزوده كانت البريشر جريدينت، كانت التمبريتشر، كانت السيرفيس اريا،
كانت الدنسيتي وكانت السولابيلتي. الحاجات اللي كانت بتقلل الديفيوجن الموليكولار ويت، اللينث او الثيكنس بتاع الممبرين، وعندي الفيسكوزيتي. الدنسيتي عندي ملهاش اي قيمه فممكن نشيلها مش هنتكلم عنها. الفيسكوزيتي عندي في الفلويد دوت ثابته، فبالتالي سواء الاكسجين سواء الكربون دايوكسيد هيعدوا في الفلويد دوت مش هتفرق معايا الفيسكوزيتي، لان الفلويد ده الفيسكوزيتي بتاعته ثابته بالنسبه لي، يبقى مش هنتكلم على الفيسكوزيتي. يبقى ايه هي الفاكتورز اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي؟ 1 بريشر جريدينت، 2 تمبريتشر، 3 سيرفيس اريا، 4 سولابيلتي، 5 موليكولار ويت، 6 اللينث او الثيكنس. يبقى هناخد من المعادله دي 6 فاكتورز هنبدا ان احنا نتكلم عليهم دلوقتي. اول فاكتور معانا البريشر جريدينت. عندنا اول 4 بيزودوا الديفيوجن، والاثنين اللي بعدهم 5 و6 دول هما اللي بيقللوا لي الديفيوجن زي ما احنا شايفين في المعادله. اللي فوق هما اللي بيزودوا، واللي تحت بيبداوا ان هما يقللوا علاقه عكسيه. الحاجات دي لو زادت هتقلل لي الديفيوجن. يبقى اول 4 معانا هنتكلم عليهم بيزودوا الديفيوجن، 5 و6 هنتكلم عليهم ان هما لو زادوا هيقللوا لي الديفيوجن علاقه عكسيه. قلنا اول حاجه معانا اللي هي البريشر جريدينت. هنتكلم على البريشر بتاع الاكسجين والبريشر بتاع السي او 2 سواء عندي في الارتيريال بلاد سواء عندي في الفينس بلاد. وهنتكلم على البريشر بتاع الاكسجين اللي موجود في الالفيولاي والبريشر بتاع الاكسجين والكربون دايوكسيد اللي موجود عندي في التيشو. احنا عندنا دلوقتي الاو 2 الاكسجين او الكربون دايوكسيد، هنزود قبليهم حرف البي تبقى بي او 2 او بي سي او 2. بي يعني بريشر. يعني بتتنطق ازاي البي او 2؟ بتتنطق الاكسجين تنشن وليس الاكسجين بريشر، والسي او 2 تنشن وليس سي او 2 بريشر. يبقى احنا عندنا دلوقتي هنزود البي او 2، هنزود على السي او 2 هنزود حرف البي، يبقى الاكسجين تنشن والكربون دايوكسيد تنشن عندنا. اول حاجه عندنا عشان نسهل الحفظ عندنا رقم 40، ده رقم مشترك 40 100 40 46. تفتكروا لو هنتكلم على الاكسجين، اول حاجه هنتكلم على الاكسجين. تفتكروا ال 40 دي اللي هي الاكسجين قليل، اكسجين تنشن عندي قليل، في الفينس ولا في الارتيريال؟ اكيد في الفينس، لكن في الارتيريال عندي بيبقى مليان اكسجين، يبقى اكيد التنشن عندي هنا هيبقى 100. يبقى التنشن الضغوط بتاعه الاكسجين عندي 40 100، ال 40 دوت القليل يبقى في الفينس، ال 100 ده كتير يبقى اكيد في الارتيريا. طب تعالوا عندي للتنشن او الضغوط بتاعه السي او 2. عندي السي او 2 40 46. تفتكروا الكربون دايوكسيد الزياده التنشن او الضغط الزياده ده هيبقى موجود فين؟ اكيد هيبقى موجود في الفينس، لان الفينس ده هو اللي مليان كربون دايوكسيد رايحين اللنج عشان نتخلص منه. لكن القليل ال 40 يعني التنشن دوت اكيد هيبقى موجود عندي في الارتيريا. يبقى انا عندي دلوقتي الضغوط بتاعه الكربون دايوكسيد 40 46. 46 ده كتير يبقى موجود فين؟ اكيد موجود في الناحيه الفينس، لكن ال 40 ده القليل يبقى اكيد موجود عندي في الارتري، لان الارتري مش شايل كربون دايوكسيد غير كميات بسيطه. يبقى انا عندي دلوقتي عشان نحفظ الضغوط بتاعه الاكسجين والضغوط بتاعه الكربون دايوكسيد، الارقام دي تتحفظ صم، مهمه جدا 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 في الشفوي في الام سي كيو، ومهمه لينا كدكاتره لما تكبروا شويه ان شاء الله هتعرفوا اهميتها. يبقى انا عندي دلوقتي ضغوط الاكسجين 40 100، ضغوط الكربون دايوكسيد 40 46. ضغوط الاكسجين ال 40 ده القليل يبقى اكيد في الفينس، لكن ال 100 ده كتير اكيد في الارتيريال. 40 46 الكربون دايوكسيد، ال 46 ده كتير يبقى اكيد في الفينس، ال 40 القليل دوت يبقى اكيد في الارتيري. طيب الارتيريال بلاد دون بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود جنب الالفيولاي. مش الالفيولاي ديت هي اللي هتعمل لي لما هتدي اكسجين للكابيلاري، هي اللي هتعمل لي الارتيريال بلاد. يبقى اكيد البريشر عندي بتاع الاكسجين او الكربون دايوكسيد البريشر بتاعهم في الالفيولاي هو اللي موجود في الارتيريال بلاد. ليه؟ لان الالفيولاي هي اللي بتعمل لي اصلا الارتيريال بلاد، هي اللي دخلت الاكسجين وخدت او خرجت الكربون دايوكسيد. يبقى انا عندي دلوقتي الاي مع الاي، الارتيريال البريشر بتاعه الاكسجين او التنشن بتاع الاكسجين والكربون دايوكسيد في الارتيريال هو البريشر بتاعهم
جوه الالفيولاي. ليه الكلام ده؟ لان الالفيولاي هي دي اللي بتعمل لي الارتيريال بلاد. طب تعالوا الناحيه الثانيه، الفينس بلاد البريشر عندي او التنشن عندي بتاع الاكسجين والكربون دايكسايد اللي موجود في الفينس بلاد هو هو اللي موجود عندي في التشو، يبقى البريشر بتاع الاكسجين والكربون دايكسايد اللي موجود في التشو هما هو بيساوي الفينس بلاد. ليه؟ لان التشو ده هو اللي بيديني او هو اللي بيكون لي الفينس بلاد. الفينس بلاد بيبقى طالع منين؟ بيبقى خارج عندي من التشو، يبقى اكيد التنشن هنا بتاع الاكسجين والكربون دايكسايد هو هو التنشن هنا. يبقى انا عندي دلوقتي الضغوط، الارقام خلاص حفظناها ان شاء الله سهله ما فيهاش اي حاجه، 40 100 40 46. 40 100 ده الاكسجين، 40 ده فين؟ القليل يبقى اكيد في الفينس، ال 100 ده فين؟ الكتير يبقى اكيد في الارتيريا. الكربون دايكسايد ارقامه ايه؟ الضغوط بتاعته ايه؟ 40 46 46 40 او 40 46. 46 دوت اللي هو ايه؟ اللي هو الكبير، موجود فين؟ موجود في الفينس، لكن ال 40 ده القليل بيبقى موجود في الارتيريا. طيب الدم الارتيريال ده جاي لي منين؟ جاي لي من الالفيولاي، يبقى اكيد الالفيولاي عندي الضغوط بتاعه الاكسجين والكربون دايكسيد فيها هي بالظبط نفس اللي موجوده في الارتيريا. طيب الفينس بلاد ده جاي لي منين؟ جاي لي من التشو، يبقى اكيد الاو 2 تنشن والكربون دايكسيد تنشن اكيد هما اللي موجودين في التشو هما زي الفينس بالظبط. لو بصينا هنا البريشر جريدينت عندي هنا ما بين الارتيريال والفينس 100 ناقص 40 بيساوي 60 ملي متر مركري، لكن البريشر جريدينت عندي بالنسبه للكربون دايكسيد 40 او 46 ناقص 40 هتديني 6 ملي متر مركري. لو قسمنا 60 على 6 هتديني النسبه هتبقى 10 الى 1، يبقى البريشر جريدينت عندي لصالح مين؟ لصالح الاكسجين بنسبه قد ايه؟ 10 الى 1، يعني البريشر جريدينت بالنسبه للاكسجين او في الاكسجين اكتر 10 مرات من الكربون دايكسيد. تعالوا نرجع كده للصفحه دي، فاكرين لما قلنا البريشر جريدينت كان بيخلي الاكسجين ديفيوجن بتاعه اكتر 10 مرات من الكربون دايكسيد؟ عرفنا دلوقتي ليه اكتر 10 مرات، عشان عندنا البريشر جريدينت هنا عندي 60 الى 6 اللي هي 10 الى 1. يبقى عندي لو بصيت في الاتري اللي خارج اللي طالع عندي من اللنج المفروض هلاقي فيه الاكسجين تنشن قد ايه؟ هلاقي فيه الاكسجين تنشن يبقى 100 ملي متر مركري، لكن هلاقي فيه الكربون دايكسيد تنشن قد ايه؟ 40 ملي متر مركري. امال الفين اللي داخل لللنج، الفينس بلاد اللي داخل لللنج لو بصيت فيه هلاقي الاكسجين تنشن 40، لكن هلاقي الكربون دايكسيد تنشن في 46. يبقى لو بصينا عندي في الصوره دي، ده لو افترضنا ان ده الفينس بلاد وده الارتيريال بلاد، الفينس بلاد هيبقى فيه الاكسجين تنشن قد ايه؟ الاكسجين تنشن فيه قليل 40، لكن الكربون دايكسيد تنشن فيه قد ايه؟ هيبقى فيه كتير 46. لو رحنا الناحيه الثانيه هنا خلاص احنا خرجنا الكربون دايكسيد ودخلنا الاكسجين، هنلاقي الاكسجين تنشن عندي دلوقتي بقى قد ايه؟ بقى 100، لكن عندي الكربون دايكسيد تنشن بقى قد ايه؟ بقى 40. يبقى ما ننساش الارقام دي خالص، ضغوط الاكسجين الاكسجين تنشن 40 100، ضغوط الكربون دايكسيد الكربون دايكسيد تنشن 40 46. 40 ضغوط الاكسجين 40 دوت في الفينس، لكن 100 في الارتيريال، لكن بالنسبه للكربون دايكسيد 40 ده في الارتيريال لكن 46 ده في الفينس. امال ضغوط الاكسجين والكربون دايكسيد هنا جوه الالفيولاي، قلنا الالفيولار هي الارتيريال، الايه مع الايه؟ الفيولار ارتيريال. الارتيريال كان 100 اكسجين وكان 40 كربون دايكسيد، يبقى اكيد هنا هنلاقي الضغوط بتساويه الاكسجين هنلاقيه هنا 100 وهنلاقي الكربون دايكسيد 40، لان دوت الاير اللي هنا دوت او التنشن اللي هنا دوت هو اللي هيعمل لي اصلا الارتيريال بلاد، فاكيد ده التنشن اللي موجود هنا هيبقى بيساوي التنشن اللي موجود هنا. فاحنا كده خلصنا اول فاكتور معانا اللي هو البريشر جريدينت، وقلنا ان احنا عندنا الديفيوجن بتاع الاكسجين بيبقى اكتر 10 مرات من الديفيوجن بتاع الكربون دايكسيد، لان احنا عندنا البريشر جريدينت بتاع الاكسجين اكتر 10 مرات من البريشر جريدينت بتاع الكربون دايكسيد 60 الى 6 اللي هي 10 الى 1. الفاكتور الثاني معانا اللي هو السيرفيس اريا،
عندنا لو حسبنا السيرفيس اريا عندي بتاعه الريسبيراتوري ميمبرين، لو فردنا كل الالفيولاي وكل البلاد كابيلرز اللي حواليها فردناهم الاثنين مع بعض، هيدوني هنلاقي المساحه الكليه 70 متر مربع. يعني تخيلوا سبحان الله اللانج بتاعتنا دي لو فردنا الالفيولاي حسبنا السيرفيس اريا بتاعه الالفيولاي مع الكابيلرز اللي هي الريسبيراتوري ميمبرين، هتطلع لي القيمه 70 متر مربع. سبحان الله 70 متر مربع موجودين جوه التشيست بتاعنا في اللنج. كل ما بتزيد السيرفيس اريا دي بيزيد الديفيوجن طبعا، ولو قلت السيرفيس اريا دي هيقل الديفيوجن. هو احنا عندنا السيرفيس اريا دي ممكن تزيد، اه طبعا مش لسه قايلين من شويه ديورنج اكسرسايز ايه اللي بيحصل لما الاكسرسايز بيزيد؟ بعمل الكابيلاريز، بعمل دايلاتيشن في الكابيلاريز، الالفيولاي اللي كانت مقفوله وما كانتش شغاله ديورنج ريست بدات تفتح، فبالتالي ببدا ان انا ازود السيرفيس اريا بتاعه الريسبيراتوري ميمبرين بتاعي. لما هزود السيرفيس اريا دي هزود عمليه الديفيوجن. امال امتى بتقل السيرفيس اريا دي؟ بتقل السيرفيس اريا دي لو واحد لا قدر الله تعبان مثلا، عنده مرض معين اضطر ان هو يشيل لانج من الاثنين، او لو عنده حته في لانج باظت حصل فيها ديزيز معين، بالتالي السيرفيس اريا بتاعه اللانج عنده هتقل، وبالتالي الديفيوجن عنده هيقل. تالت فاكتور معانا اللي هو الديفيوجن كوفيشنت اللي هو المقصود بيه السوليبيليتي. وقلنا ان احنا عندنا لسه قايلين من شويه ان احنا عندنا الكربون دايوكسيد بيدوب اكتر بكتير جدا من الاكسجين، وبالتالي في النهايه عندي خالص هيبقى الديفيوجن بتاع الكربون دايوكسيد اكتر من الديفيوجن بتاع الاكسجين عندي. لو نفتكر السوليبيليتي كانت 24 الى 1. طيب كده خلصنا فاكتور 3 اللي هو كان السوليبيليتي او الديفيوجن كوفيشنت، ورابع فاكتور معانا اللي هو كان التمبريتشر. يبقى احنا كده اتكلمنا على الاربع حاجات اللي بتزود لي الديفيوجن بتاعي، اللي بتزود لي الديفيوجن ريت، البريشر جريدينت، التمبريتشر، السيرفيس اريا، والسوليبيليتي او الديفيوجن كوفيشنت. فاضل لنا الحاجه اللي لو زادت عندي الاثنين دول لو زادوا هيقللوا لي الديفيوجن ريت، اللي هم علاقتهم عكسيه مع الديفيوجن ريت، اللي هو الموليكولار ويت واللينث او الثيكنس. اول حاجه معانا الموليكولار ويت. لو نفتكر كنا قلنا ان الموليكولار ويت كان بيزود الديفيوجن بتاع الاكسجين 1.2 اكتر من الكربون دايوكسيد. الكلام ده احنا لسه قايلينه من شويه. ولما جينا نحسب الديفيوجن كوفيشنت طلع لنا في الاخر ان الكربون دايوكسيد بيحصل له ديفيوجن اكتر من الاكسجين 20 مره اكتر. اخر حاجه معانا او سادس حاجه معانا، لسه رقم 7، سادس حاجه معانا اللي هي الثيكنس اوف ميمبرين. قلنا ان الثيكنس بتاعي كل ما بيزيد كل ما طبعا هيقلل لي عمليه الديفيوجن. الميمبرين اللي احنا بنتكلم عليه عندنا هنا اللي هو الريسبيراتوري ميمبرين. لو تخيلنا مع بعض ان ده الريسبيراتوري ميمبرين، اول حاجه عايزين نعرفها الريسبيراتوري ميمبرين ده كان بيفصل ما بين ايه وايه؟ كان بيفصل ما بين الاير اللي موجود عندي في الالفيولاس، وكان بيفصل ما بين البلاد اللي موجود عندي في الكابيلاريز اللي حوالين الالفيولاي. الثيكنس بتاعه قد ايه؟ الثيكنس بتاعه من 2 ل 6 مايكرومتر. طيب بيتكون من ايه؟ بيتكون عندي من 6 لايرز، من 6 لايرز. اول لاير معانا اللي هي الالفيولار ابيثيليوم. احنا هنتكلم دلوقتي على الالفيولاي وبعد كده هنتكلم على الكابيلاري. قلنا الريسبيراتوري ميمبرين ليه اسم تاني اللي هو الالفيولو كابيلاري ميمبرين. نتكلم اول حاجه الجزء بتاع الالفيولاس وبعد كده الجزء بتاع الكابيلاري. اللاير الاولانيه اللي هي الالفيولار ابيثيليوم بيبقى موجود عليها فوق طبقه رقيقه خالص من الفلويدز اللي بيبقى دايب فيه ماده السرفكتان، وبيبقى تحتيها البيزمنت ممبرين. البيزمنت ممبرين دوت هو اللي بيشيل لي الخلايا دي. لو مش موجود عندي بيزمنت ممبرين الخلايا دي هتقع اصلا، مش هتعرف ان هي تبقى موجوده في مكانها كده، فبالتالي لازم الخلايا دي تبقى مرصوصه على حاجه. تبقى مرصوصه على ايه؟ متشاله على ايه؟ متشاله على البيزمنت ممبرين. يبقى انا عندي دلوقتي الفيولار ابيثيليوم طبقه من الفلويد، تحتيها تحت الالفيولار ابيثيليوم في بيزمنت ممبرين. نفس القصة في الناحية التانية بالنسبة للكابيلاري. عندي كابيلاري اندوثيليوم، خلايا الكابيلاري اندوثيليوم دي مرصوصة على بيزمنت ممبرين، وعندي طبقة الفلويد بتاعة الانترستيشال فلويد اللي احنا اتكلمنا عليها وقلنا ان هي بتفصل ما بين او موجودة ما بين الالفيولاس وما بين الكابيلاري. يبقى 6 لايرز عندي، طبقة من الفلويد وطبقة من الفلويد، طبقة خلايا
وطبقه خلايا بيزمنت ممبرين وبيزمنت ممبرين، كان دون صوره لده بالظبط. ومن خلال الممبرين دون الريسبيراتور ممبرين دوت هيبدا يحصل جاز اكستشين، الاكسجين يبدا ان هو يدخل للار بي سيز، والكربون دايكسيد يبدا ان هو يطلع بره الجسم عشان نتخلص منه. دي صوره تانية للريسبيراتوري ممبرين، الطبقه الاولانيه اللي هي بتاعه الفلويد اللي دايب فيه السرفاكتانت، بعد كده الابيثيليوم الالفيولار ابيثيليوم، تحتيه البيزمنت ممبرين، بعد كده الانترستيشال فلويد الكابيلاري اندوثيليوم، وتحتيها البيزمنت ممبرين. يبقى الريسبيراتوري ممبرين الثيكنس بتاعه قلنا 2/10 مايكرومتر، 2/10 ل 6/10، قلنا بيتكون من 6 لايرز، طبقه فلويد جوه، بعد كده الالفيولار ابيثيليوم تحتيه البيزمنت ممبرين، بعد كده طبقه الفلويد اللي هي الانترستيشال فلويد في كابيلاري اندوثيليوم والبيزمنت ممبرين. فاحنا كده اتكلمنا على اول 6 فاكتورز، اول 6 فاكتورز بيأثروا لي على او بيزودوا او بيغيروا الديفيوجن ريت خلال الريسبيراتوري ممبرين: البريشر جريدينت، السيرفيس اريا، السولابيلتي او الديفيوجن كوفيشنت، التمبريتشر. الاربعه دول بيزودوا لي علاقه طرديه، بعد كده الموليكولار ويت والثيكنس بتاع الممبرين، الاثنين دول علاقه عكسيه، لو زادوا اي حاجه فيهم لو زادت هتبدا ان هي تقلل لي عمليه الديفيوجن. اخر حاجه معانا خالص حاجه اسمها الالفيولار فنتيليشن بيرفيوجن ريشيو. يا ترى ايه هي الفنتيليشن بيرفيوجن ريشيو دي؟ وده سؤال مهم جدا في الشفوي وفي النظري وفي الام سي كيو. الفنتيليشن بيرفيوجن ريشيو، الفنتيليشن بيرفيوجن ريشيو، الفنتيليشن هنرمز لها برمز الفي، والبيرفيوجن هنرمز لها برمز الكيو. يبقى الفي على الكيو اللي هي الفنتيليشن بيرفيوجن ريشيو. ايه المقصود بيها؟ الفنتيليشن الهواء اللي رايح لللنج، الهواء اللي داخل لللنج. البرفيوجن الدم اللي رايح لللنج عن طريق الكابيلرز. يبقى انا دلوقتي كأن انا بقسم الاير الهواء على الدم اللي هو البلاد اللي رايح لللنج. يبقى الهواء اللي رايح او الهواء اللي داخل اللنج في الدقيقه على الدم اللي رايح لللنج في الدقيقه. الالفيولار فنتيليشن على الكاردياك اوتبوت اللي هو الدم اللي رايح لللنج خلال دقيقه. الالفيولار فنتيليشن قلنا الهواء اللي داخل لللنج، الكاردياك اوتبوت دون، الكاردياك اوتبوت دوت اللي هو البلاد اللي طالع من الفنتريكل في الدقيقه الواحده. البلاد اللي طالع عندي من الرايت فنتريكل في الدقيقه الواحده دون اللي هو البلاد اللي هيوصل لللنج في الدقيقه الواحده. يبقى كان دون الكاردياك اوتبوت كانه هو البرفيوجن او هو كميه الدم اللي بتوصل لللنج عندي في الدقيقه الواحده. يبقى هنقسم عندي الالفيولار فنتيليشن الهواء اللي داخل لللنج في الدقيقه على الكاردياك اوتبوت اللي هو الدم اللي طالع من الفنتريكل في دقيقه او الدم اللي واصل لللنج في دقيقة. يبقى انا بقسم دلوقتي هواء على دم، ventilation perfusion ratio، بقسم الهواء، الهواء هو اللي فوق والperfusion اللي هو الدم بتاعي هو اللي تحت، يبقى بقسم هواء على دم. ازاي قدرت ان انا اقيس كمية او حجم الهواء اللي دخل للنج في الدقيقة، وازاي قدرت ان انا احسب كمية الدم اللي راحت للنج برضو في دقيقة؟ الكلام ده عن طريق ان انا بستخدم غاز مشع اسمه غاز الزينون. ببدا اول حاجه مره ابدا ان انا استنشئه، ببدا ان انا استنشئ الغاز دوت، الغاز المشع دوت من جهاز معين بستنشئه لحد ما يدخل عندي يملالي اللنج، وبجيب جهاز تاني معين بمشيه على التشست بتاع الشخص، بيبدا ان الجهاز دوت يبدا ان هو يحس بحجم الغاز المشع اللي طالع من اللي تشيست عندي، فبالتالي يقدر ان هو يحسب لي حجم الهواء اللي داخل لللنج. بعد كده ببدا ان انا الغاز المشع دوت او الماده المشعه دي بعد ما استنشقتها وحسبت حجم الهواء اللي داخل، ببدا ان انا احقنها في الدم، بحقنها في الدم، الدم يوصل لللنج عندي، بجيب نفس الجهاز امشيه على اللي تشيست، بيبدا ان هو يحسب لي كميه الماده المشعه اللي خارجه، من خلالها بقدر ان انا احسب كميه الدم اللي وصل لللنج عندي في الدقيقة الواحدة. يبقى انا دلوقتي هقدر ان انا او بدأت ان انا احسب الهواء اللي دخل على الدم اللي وصل لللنج من خلال الغاز المشع اللي بنقول عليه radioactive xenon.
طيب الطبيعي ايه؟ الطبيعي ان انا عندي في الدقيقة الواحدة بيوصل او بيدخل لللانج هواء 4 لتر، وفي الدقيقة الواحدة بيوصل لللانج دم 5 لتر. يبقى النورمال ستاندر عندنا 5 لتر هواء، 4 لتر هواء على 5 لتر دم، هيدي لي الريشيو بتاعتي اللي هي 8 من 10. يبقى انا عندي دلوقتي الفنتليشن بيرفيوجن ريشيو هي ريشيو ما بين هواء على دم، فنتليشن على بيرفيوجن. الريشيو دي الرقم الطبيعي النورمال ستاندر بتاعها القيمة بتاعتها الطبيعي بتبقى قد ايه؟ بتبقى 0.8، 8 من 10. 8 من 10 دي جبناها ازاي؟ عن طريق ان احنا حسبنا كمية الهواء اللي دخلت اللنج اللي هي لقيناها قد ايه؟ 4 لتر، على كمية الدم اللي وصل لللنج اللي هو كان قد ايه؟ اللي هو 5 لتر. 4 لتر هواء على 5 لتر دم هيديني في الاخر الريشيو بتاعتي اللي هي 8 من 10. يبقى ال V على ال Q بتساوي الطبيعي النورمال عندنا تساوي 8 من 10. دول اول 3 نقط معانا في الالفيلر فنتليشن بيرفيوجن ريشيو. طيب هل القيمه دي ثابته بتفضل ثابته كده 8 من 10 ولا بيحصل فيها تغيرات؟ لا، القيمه دي ممكن يحصل فيها فاريشن، وده اللي احنا هنعرفه دلوقتي. بيحصل عندي ممكن يحصل فيسيولوجيكال فاريشن، ممكن يحصل عندي باثولوجيكال فاريشن. فيسيولوجيكال فاريشن يعني تغيرات طبيعيه بتحصل عادي في جسمنا، ممكن تحصل فينا كلنا مفيش مشاكل. الباثولوجيكال دي تغيرات بسبب امراض بتحصل في اللنج عندنا. اول حاجه نتكلم عليها اللي هي الفيسيولوجيكال فاريشن. احنا عندنا دلوقتي اللنج بتاعتنا الابيكس والبيز عندنا، الدم اللي بيوصل لهم يا ترى بيوصل الدم اللي بيطلع لفوق هو نفس الكميه اللي بتنزل لتحت ولا مختلفين؟ بتاثير الجرافيتي الدم بيكون تحت بيوصل لتحت بكميه اكبر من فوق. لو بصينا فوق وجينا نحسب الفنتليشن بيرفيوجن ريشيو هنحسبها ازاي في الابيكس؟ هنقسم الهواء اللي هو الفنتليشن على البرفيوجن على الدم. طيب الدم عندنا بدا ايه اللي يحصل له فوق في الايبكس؟ الدم عندنا قلنا ان هو قل. ليه قل؟ لان غالبيه الدم بيوصل بالجرافيتي بتاثير الجرافيتي بينزل تحت للبيز، لكن شويه قليلين او شويه اقل هم اللي بيبقوا موجودين في الايبكس. احنا عندنا دلوقتي هنلاقي كميه الدم هتقل. طالما كميه الدم قلت اللي فوق هنبدا اللي فوق نقسمه على رقم قليل، بالتالي القيمه بتاعتي هتطلع عاليه. لو انا عندي بسط ومقام وقللت القيمه بتاعه المقام بتاعي، بالتالي الناتج عندي هيبقى زياده او هيزيد. هيطلع عندي قد ايه في الابيكس؟ الفنتريشن برفيوجن ريشيو بتوصل الى 3. لكن لو جينا نحسب تحت في البيز قلنا كميه الدم هتزيد، هنقسم هواء على دم. الدم اللي تحت ايه؟ زاد. كميه الدم لما تزيد احنا دلوقتي زودنا المقام بتاعنا، المقام بتاعنا لما زاد القيمة اللي هتطلع عندي في الاخر هتبقى قليلة، هتبقى 6 من 10. يبقى انا عندي دلوقتي الفنتليشن برفيوجن ريشيو فينا الطبيعي ان هي بتبقى كام؟ تبقى 8 من 10، لكن ممكن يحصل لها فيزيولوجيكال فاريشن. ايه اللي بيحصل عندي في الابيكس وعندي في البيز؟ في الابيكس القيمة عندي بتزيد، لكن في البيز القيمة عندي بتقل. في الابيكس القيمة عندي بتبقى 3، لكن في البيز القيمة عندي بتبقى 6 من 10. عشان نحفظها بسهوله، الابيكس دي فوق يبقى الرقم بتاعها فوق، الرقم بتاعها عالي اللي هو 3، لكن البيز عندي دي تحت يبقى الرقم بتاعها تحت اقل من الطبيعي اللي هو 6 من 10. وعرفنا ايه تفسيرها؟ ان بتاثير الجرافيتي عندي البلاد بينزل يبقى تحت اكتر من الابيكس. لو جينا نحسب الهواء على الدم، الدم اللي رايح قليل يبقى القيمه اللي هتطلع عندي الباست على مقام قليل هيبقى عندي القيمه كبيره، لكن في البيز عندي كمية الدم هتبقى كبيرة. بقسم البسط بتاعي على مقام كبير، بالتالي الناتج اللي هيطلع لي هيبقى قليل. الابيكس الفنتريشن برفيوجن الابيكس دي فوق يبقى الرقم بتاعها فوق، يبقى قيمة الفنتريشن برفيوجن بتاعتها عالية اللي هي 3، لكن البيز دي تحت يبقى الرقم بتاعها قيمة الفنتريشن برفيوجن ريشيو هتبقى قليلة، هتبقى 6 من 10، لكن الطبيعي عندنا المفروض يبقى 8 من 10. الكلام ده فيسيولوجيكال مفهوش أي مشاكل، بيحصل فينا كلنا مفيش مشاكل. لكن إيه الباثولوجيكال بقى؟ لو حصل حاجه اسمها اوبستراكتيف لانج ديزيز. اوبستراكتيف يعني انا بدات ان انا جزء من اللانج اتقفل، بدا الهواء اللي داخل يقل، الهواء يقل، الباست على المقام بتاعي الباست قل، يبقى بالتالي القيمه بتاعتي اللي هتنتج عندي هتبقى قليله. لكن عندي بالمونري، لو حصل مرض تاني اسمه بالمونري
ثرومبوزيس، يعني انا حصل جلطه في الـ في الـ في الـ في الكابيلاريز اللي رايحه او في الارتريز اللي رايحه داخله اللانج، فبالتالي كميه الدم اللي واصل لللانج هيبقى قليل، الدم عندي هيبقى قليل، بقسم هواء على دم قليل، المقام عندي بقى قليل، يبقى بالتالي القيمه بتاعتي هتزيد. يبقى obstructive lung disease انا قللت الهواء، البسط بتاعي بقى قليل، الرقم اللي فوق ده بقى قليل، بالتالي الناتج عندي هيبقى قليل. pulmonary thrombosis قللت الدم، الدم اللي واصل للانج بقى قليل، بالتالي المقام عندي الرقم اللي تحت عندي هيبقى قليل، يبقى ناتج القسمة بتاعي هيزيد. يبقى ال ventilation perfusion ratio بتقل في ال obstructive lung disease لكنها بتزيد في ال pulmonary thrombosis. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا على ال variation، التغيرات اللي بتحصل في الفنتريشن بيرفيوجن ريشيو، الرقم الطبيعي 8 من 10، في الايبكس بيزيد، الايبكس فوق يبقى الرقم فوق بتزيد بيوصل ل 3، البيس تحت يبقى الرقم تحت بيقل بيوصل ل 6 من 10. في التغيرات دي فيسيولوجيكال، لكن التغيرات الباثولوجيكال في حاله الاوبستراكتيف لونج ديز الهواء هيقل، الرقم بتاعي او القيمه بتاعتي بتاعت الفنتريشن بيرفيوجن بتقل، في البالمونري ثرومبوزيس الدم اللي رايح هيبقى قليل، القيمه بتاعتي هتزيد. المعلومه اللي معانا بعد كده، احنا قلنا لسه قايلين دلوقتي ان الايبكس البرفيوجن فيها بيبقى قليل، الدم اللي رايح لها قليل لانه بتاثير الجرافيتي بينزل لتحت اكتر في البيت. طالما الدم اللي رايح للايبكس قليل يبقى الوايت بلاد سيلز، خلايا الاميونيتي، خلايا المناعه اللي رايحه هتبقى قليله، فبالتالي من السهل جدا ان الشخص يصاب بعدوى او يحصل له بكتيريال انفكشن في المنطقه الايبكس دي، لان المناعه اللي رايحه لها قليله. هو ده اللي بيحصل في مرض اسمه التي بي او التوبركلوزس، ان الـ 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 البكتيريا دي بتستغل ان الدم اللي رايح هنا قليل، فبتيجي اكتر مكان بتصيبه بتصيب الايبكس عندنا لان الدم عندي قليل. كمان الفنتليشن عندي في المنطقه دي بيبقى قليل، الايريشن بيبقى وحش، الهواء هنا ما بيتغيرش باستمرار، فبالتالي البكتيريا بتاعت التي بي بتيجي بتصيب المنطقه دي اكتر من اي منطقه غيرها، لان في البرفيوجن عندي بيبقى قليل والفنتليشن او الايريشن عندي بيبقى قليل، فبتستغل ان مفيش هواء كويس، بتستغل ان مفيش مناعه كويسه، فتيجي تقعد في الحته دي او تعيش في الحته دي وتصيبها اكتر من اي مكان تاني في اللنج. ليه الايريشن او الفنتليشن في الايبكس بيبقى وحش؟ احنا عندنا حوالين اللنج بيبقى بره التشيست وول، التشيست وول بيميل ان هو يشد لبره، لكن عندي اللنج بتنزل لتحت بتاثير الجرافيتي، الوزن بتاعها بينزلها لتحت، يبقى حاجه بتشد لتحت حاجه بتنزل لتحت، والتشيست وول بيشد لبره، هيتولد ما بينهم هما الاثنين نيجاتيف بريشر، النيجاتيف بريشر دوت بيشفط، هيشد الايبكس بتاعتي، هيفتحها، هيعمل فيها اكسبانشن، الهواء هيبدا ان هو يتركن في اللنج او في الجزء اللي هو الاكسبانس ده، لما الهواء هيتركن فيه هيحصل له اريشن بشكل قليل، مش هيبدا ان هو يتغير، فبالتالي الهواء اللي ما بيتغيرش بشكل مستمر دوت هيبقى وحش، فبالتالي هيبقى فرصه ان يحصل فيه انفكشن هتبقى اعلى. وهو ده تفسير ليه الفنتليشن او الاريشن في الايبكس بيبقى قليل. طيب عندنا بعد كده حاجه اسمها ماتشنج. ماتشنج يعني حاجه بتساوي حاجه، هنفهمها دلوقتي مع بعض. عندي على الناحيه اليمين هنا في اللنج اليمين دي هنمنع الهواء، هنيجي هنا نسد اللنج اليمين دي هنمنع دخول الهواء، اصبح عندي دلوقتي خلاص مفيش هواء جوه اللنج دي، مفيش هواء داخل اللنج دي، ونبدا ان احنا نشوف الدم يا ترى ايه اللي هيحصل فيه. احنا عارفين ان الدم اللي داخل لللنج بيبقى فينوس، والدم اللي خارج منها هيبقى ارتيريال. طيب الدم الفينوس هيدخل ويخرج زي ما هو ارتيريال، يبقى الدم الفينوس هيبقى هو تركيبه هو الدم الارتيريال. ليه الكلام ده؟ لان انا عندي ما دخلش هواء، ما حصلش جاز اكستشينج، ما فيش اكسجين دخل وما فيش كربون دايكسايد خرج، فبالتالي الفينوس بلاد اللي داخل هيبقى هو الارتيريال بلاد اللي طالع، لان انا عندي دلوقتي منعت الهواء، ما حصلش جاز اكستشينج، ما فيش اكسجين ولا كربون دايكسايد حصل لهم اي اكستشينج. يبقى لو منعت الهواء الدم الفينوس هيخرج من الناحيه الثانيه ارتيريال هو بالظبط. طيب امال الناحيه دي بقى لو منعت البلد، لو منعت الدم اللي رايح لللنج، يا ترى ايه اللي هيحصل في الهواء الانسبايرد؟ الهواء اللي انا بتنفذه اللي هو الهواء الانسبايرد ده المفروض ان هو بيبقى فيه اكسجين، الاكسجين ده لما هيدخل هيحصل له ديفيوجن، هيدخل وهبدا امتصه، هيبدا يدخل الجسم بتاعي، فبالتالي الالفيولار وول
الالفيولار اير الهواء اللي موجود في الالفيولاي نسبه الاكسجين اللي فيه هتقل، لان هي خلاص ادى للبلاد كابيلرز ادى لها اكسجين. لكن انا دلوقتي لو منعت البلاد قفلت البلاد ما عادش فيه بلاد رايح، اصبح الهواء اللي داخل الانسبايرد ده هو هو بيساوي الهواء اللي موجود في الالفيولاي، لان هو ما حصلوش اي تغيير، ما فيش الاكسجين اللي كان موجود فيه ما حصلوش ابزوربشن، ما امتصش وما دخلش للكابيلرز لان اصلا ما فيش دم وصل لها. يبقى انا لو منعت الدم الهواء اللي انا بعمله انسبيريشن هو هو الهواء اللي موجود في الالفيولاي، الهواء اللي موجود في الالفيولاي ما حصلوش اي تغير، الهواء الانسبايرد ما حصلوش اي تغير لان ما فيش دم رايح له، وبالتالي ما حصلش اي اكستشينج للجاز. يبقى لو منعت الهواء ايه اللي هيحصل في الفينس بلاد؟ الفينس بلاد هيبقى هو هو الارتيريال بلاد، زي ما دخل زي ما خرج. امال لو قفلت البلاد اللي رايح لللانج، الهواء الانسبايرد اللي بيدخل لي المفروض ان فيه اكسجين، هيبقى هو هو الهواء اللي مركون جوه الالفيولاي اللي المفروض ان هو بيبقى الاكسجين فيه بيبدا ان هو يقل. لا الاكسجين مش هيقل ولا حاجه، هيفضل الانسبايرد هو هو الهواء اللي موجود في الالفيولاي لان مفيش دم وصل، وبالتالي ما حصلش اي اكسجين. عشان كده كلمه ماتشنج يعني حاجه بتساوي حاجه، هنا الفينس بتساوي الارتيريال، وهنا الانسبايرد اير بيساوي الالفيولار اير. الحاجه اللي بعد كده حاجه اسمها الكومبنسيشن او الكومبنساتوري ميكانيزم. لو انا عندي الفيولاي، الالفيولاي دي باظت او حصل فيها مرض معين ما عادتش ان هي بتستقبل اكسجين بشكل كافي، البلاد فيسل اللي جنبها او الكابيلاري اللي جنبها عمالة بتودي لها دم، الدم دوت ما بيتغيرش في اي حاجة لان خلاص الالفيولاي دي مش قادرة ان هي تدخل لها اكسجين، مش قادرة ان هي تخلي الاكسجين يحصل له ديفيوجن من الالفيولاي للكابيري، فبالتالي الدم اللي رايح دوت زي ما بيروح زي ما بيرجع، خلاص ما عادش ليه فايدة ان هو يروح في المنطقة دي. ليه؟ لان كمية الهواء او كمية الاكسجين اللي بتيجي في الالفيولاي دي بقت قليلة جدا، فبالتالي الدم اللي بيروح ما بيستفيدش من الالفيولاي دي. ايه اللي بيحصل في الحالة دي؟ اللي بيحصل ان الكابيلاري ده بيحصل كونستريكشن، بيحصل فيه فازو كونستريكشن. يعني ايه بيحصل فيه فازو كونستريكشن؟ يعني الكابيلاري دوت بيتقفل عشان الدم اللي رايح للمنطقة دي يبدأ ان هو يقل، ويبدأ ان هو يروح يشفت لمنطقة تانية، يروح لمنطقة تانية يستفيد منها بشكل احسن. طالما الالفيولاي دي ما عادتش بيجي لها اكسجين، فبالتالي الدم اللي رايح لها خلاص ما عادش ليه فايده ان هو يروح في المنطقه دي، يقوم نعمل فازو كونستريكشن للكابيلاري ده، نقفل الكابيلاري ده، نقول للدم اللي كان بيروح في المنطقه دي ما عندوش تروح لان خلاص ما عادش فيها هوا هناك، ويروح اعمل شيفت، روح لمكان تاني فيه هوا احسن. يبقى لو قل الاكسجين في حته بيحصل فازو كونستريكشن للبلاد فيسل اللي جنب المنطقه دي، ويحصل شيفت للبلاد يروح لمنطقه تانية. لكن لو عندنا هنا الكربون دايكسايد قل في منطقه، ببدا اعمل برونكو كونستريكشن، ببدا اضيق البرونكاي في المنطقه دي عشان امنع ان الكربون دايكسايد يبدا يخرج او يخرج اكتر ما هو اصلا قليل. يعني انا عندي دلوقتي الكربون دايكسايد في المنطقه دي قليل، بقوم مضايق البرونكاي، بعمل برونكو كونستريكشن عشان اقول للكربون دايكسيد اللي موجود عندي لا كفايه انت اصلا قليل، مش محتاج ان انا اطلعك اكتر من كده. طب الكلام ده بيحصل ليه؟ يعني ايه فايده اصلا الكربون دايكسيد؟ طب ما يطلع، ايه المشكله ان الكربون دايكسيد في جسمي يبقى قليل؟ الكربون دايكسيد زي ما هنعرف بعدين مهم جدا، عشان هو اكتر حاجه بتعمل لي ستيميليشن للريسبيراتوري سنتر. الكلام ده معناه ايه؟ معناه لو مفيش في جسمي كربون دايكسيد الريسبيراتوري سنتر بتاعي مش هيشتغل، ومش هقدر ان انا اتنفس. يبقى انا دلوقتي هل وجود الكربون دايكسايد في جسمي مهم؟ مهم جدا. ليه مهم جدا؟ لان وجود الكربون دايكسايد هو ده اصلا الاستيميليشن، هو ده الاستيميلس، المين استيميلس اللي بيعمل لي الريسبيريشن، اللي بيشغل لي الريسبيراتوري سنتر. فلما يكون عندي كميه الكربون دايكسايد قليله، انا مش عايزها تقل اكتر من كده، انا عايز احافظ على الشويه اللي موجودين عندي دول، عشان هم دول اللي بيعملوا لي ريسبيريشن، هم دول اللي بيشغلوا لي ريسبيراتوري سنتر. فببدا ان انا احافظ عليهم عن طريق ان انا اقفل البرونكاي اللي جنبهم، اعمل برونكو كونستريكشن عشان ما عادش يطلع او ما عادش يخرج كربون دايكسايد زياده. اخر معلومه معانا، كنا قلنا من شويه ان الاكسجين تنشن في الالفيولاي هو هو الاكسجين تنشن في الارتري، لان احنا الالفيولاي ديت هي اللي هتعمل لي الارتيريال بلاد، فبالتالي الاكسجين تنشن في الاثنين بيبقى متساوي، كانت قيمته 100.
لكن المعلومه اللي هنقولها دلوقتي او اللي عايزين نعرفها دلوقتي هي ان في الحقيقه الاكسجين تنشن في الالفيولاي هو مش 100، هو بيبقى 105. طيب جميل، طالما هو 105 في الالفيولاي يبقى اكيد في الارتيريال هيبقى زي الالفيولاي، هيبقى 105. لا الكلام ده مش حقيقي، في الالفيولاي 105 لكن في الارتيريال بيبقى 100. طب ايه اللي قلل الاكسجين تنشن بعد ما كان 105 والمفروض ان هو دخل للارتري تنشن بتاعه 105، ايه اللي قلله من الارتري خلاه بدل 105 خلاه بقى 100؟ ان بيحصل عندي حاجه اسمها شنط. يعني ايه شنط؟ يعني الدم اللي موجود في الناحيه الفينوس شويه منه بيدخله وبيختلطوا مع الدم اللي موجود في الناحيه الارتيريال. المفروض ان انا دلوقتي عندي الالفيولار 105 ادى للارتيريال، الارتيريال بقى 105، خلاص انا الارتيريال بتاعي ماشي 105. بدا يجي له شويه دم فينوس، الدم الفينوس دوت دم مش نظيف، الدم الفينوس دوت الاكسجين تنشن فيه قليل. بدا لما الفينوس بلاد يختلط بالارتيريال بلاد، ده بعد ما كان الاكسجين تنشن فيه 105 بدا ان هو يقل وبدا يبقى 100، الاكسجين تنشن فيه بدا يبقى 100. يبقى ايه اللي بيخلي الارتيريال الاكسجين تنشن في الارتيريال بلاد اقل من الاكسجين تنشن عندي في الالفيولاي؟ ان بيحصل عندي حاجه اسمها شنط للفينس بلاد، شويه دم مش نضاف بييجوا يختلطوا بالارتيريال بلاد، فيخلوا الارتيريال بلاد بعد ما كان الاكسجين تنشن فيه 105 يقللوا يخلوه بقى 100. زي ما احنا شايفين دلوقتي الارتيريال اكسجين تنشن اقل من الالفيولار تنشن. الالفيولار اوكسجين تنشن كام؟ 105، المفروض ان ده يبقى 105، هو في الحقيقه كان 105 لكنه قل وصل ل 100. وصل ل 100 ليه؟ بسبب حاجه اسمها فينوس تو ارتيريال شانت، ان انا بدا الدم يتنقل عندي من الناحيه الفينوس للناحيه الارتيريال. والكلام ده بيحصل من الفينز اللي جايه من الابر اير واي ومن الفينز بتاعه الكوروناري بلاد فيست. فاحنا كده خلصنا سؤال بتاع الفاكتورز الافكتنج الديفيوجن ريت خلال الريسبيراتوري ميمبرين. قلنا نفتكر مع بعض المعادله، كانوا اربع حاجات بيزودوا وحاجتين بيقللوا. الاربع حاجات اللي بيزودوا كانوا البريشر جريدينت، السيرفيس اريا، السوليابيليتي او الديفيوجن كوفيشنت، التمبريتشر. الحاجات اللي بتقلل كانوا حاجتين، المولكيولار ويت والثيكنس بتاع الميمبرين. قلنا اللايرز بتاعه الميمبرين بيتكون من 6 لايرز، قلناهم، قلنا الثيكنس بتاعه قد ايه. عرفنا مع بعض الضغوط بتاعه الاكسجين والكربون دايكسايد، قلنا 40 100 40 46. الاكسجين تنشن بيبقى 40 فين؟ في الفينوس، لكنه بيبقى 100 في الارتيريال. الفينوس البريشر او التنشن الكربون دايكسايد تنشن بيبقى 46 فين؟ في الفينوس، لكنه بيبقى 40 في الارتيريال. اتكلمنا بعد كده على الفاكتور السابع اللي هو الالفيولر فنتريشن بيرفيوجن ريشيو. قلنا يعني ايه فنتريشن بيرفيوجن ريشيو؟ يعني انا بقسم الهواء اللي رايح لللونج في دقيقه على الدم اللي وصل لها في دقيقه. قلنا ان هو بيبقى قد ايه؟ بيبقى 4 لتر، ده الهواء اللي داخل، على 5 لتر، ده الدم اللي طالع او اللي داخل لها. بيبقى القيمه عندي النورمال بتبقى 8 من 10، ده الفنتريشن اللي في على الكيو اللي هي الفنتريشن بيرفيوجن ريشيو. قلنا بعد كده ان بيحصل فيسيولوجيكال فاريشن في الايبكس، الايبكس فوق يبقى الرقم فوق، القيمه فوق هتبقى الفنتريشن بيرفيوجن ريشيو 3، البيس تحت يبقى قيمه الفنتريشن بيرفيوجن ريشيو هتبقى تحت هتبقى 6 من 10. قلنا بيحصل باثولوجيكال فاريشن، وقلنا حته الايبكس بيبقى فيها الدم اللي رايح لها قليل والهواء اللي فيها بيبقى وحش، فده بيسمح ان يحصل عندي تي بي انفكشن في المنطقه دي بالذات، في منطقه الايبكس، لان المناعه الدم رايح قليل فبالتالي المناعه هتبقى قليله. قلنا اتكلمنا كده على حاجه اسمها الماتشنج، قلنا حاجه بتساوي حاجه. والله لو منعنا الهواء اللي هيحصل في الدم، الدم الفينوس زي ما داخل زي ما خارج هيبقى هو هو الارتيريال. الناحيه الثانيه لو منعنا البلاد اللي هيحصل في الهواء، الهواء اللي داخل اللي هو الانسبايرد مش هيحصل فيه اي تغيير، هيساوي الهواء اللي موجود في الايفولاي اللي هو الالفيولار. اتكلمنا بعد كده على حاجه اسمها الكومبنسيشن، لو انا عندي الاكسجين قل في حته، البلاد فيسل اللي رايح له الحته دي هيحصل فيه فازو كونستريكشن، وهعمل شيفت للبلاد، البلاد هخليه يروح منطقه ثانيه فيها هواء احسن. لو الكربون دايوكسيد قل في منطقه انا خايف ان هو يقل خالص، ما يبداش يعمل لي ستيميليشن للريسبيراتوري سنتر، فبالتالي هبدا ان انا اعمل برونكو كونستريكشن عشان احافظ عليه موجود في الجسم يعمل لي ستيميليشن للريسبيراتوري سنتر. اخر حاجه معانا ليه الارتيريال اكسجين تنشن اقل من الالفيولار؟ لانه بيجي له فينس بلاد مش نظيف، بالتالي بيقل الاكسجين تنشن فيه.
اخر حاجه معانا هنشوف فيديو سريع كده بيلخص لنا عمليه الديفيوجن اوف جازز. زي ما احنا شايفين اللي قدامنا دي عباره عن الالفيولاي، وبيبقى حواليها اللي هي الكابيلاري نتورك، شبكه من الكابيلاريز حوالين الالفيولاي. هيبدا عندي دلوقتي زي ما احنا شايفين دلوقتي الابيض دوت اللي جاي من الالفيولار اير او من الالفيولار سبيس، ده اللي هو عباره عن الاكسجين. الاكسجين هيبدا ان هو يتحرك من الالفيولاي يدخل عندي للدم، بدا يحصل ديفيوجن هو للاكسجين من الالفيولاي للدم، ده اللي بالابيض ده. الازرق دوت الكربون دايوكسيد بدا ان هو يخرج من الكابيلرز عندي، يخرج عشان نتخلص منه بره الجسم، يخرج في الالفيولاي وبعد كده يخرج مع الاكسبيريشن. انا دخلت الاكسجين وخرجت الكربون دايوكسيد من الكابيلرز اللي حوالين اللب. لو بصينا قربنا الصوره شويه، دي الالفيولس وده الكابيلاري لومن. ده الحته دي قلنا عليها اسمها الايه، الريسبيراتوري ميمبرين، اللي كان بتتكون من طبقه من الفلويد الالفيولار ابيثيليوم، البيزمنت ميمبرين، بعد كده انترستيشيال فلويد، بعد كده البيزمنت ميمبرين، بعد كده الكابيلاري اندوثيليوم. ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ الار بي سيز ماشيه اهي، في عندنا الاكسجين الابيض ده والكربون دايوكسيد اللي هو الاسود دوت، هيبدا الاكسجين يدخل جوه الكابيلاريز والكربون دايوكسيد يبدا ان هو يطلع للالفيولس عشان نبدا ان احنا نتخلص منه. كده يبقى احنا الحمد لله خلصنا محاضره النهارده. بعتذر لو كان في اي خطا علمي، لو في اي حاجه مش مفهومه او في اي استفسار ممكن تتواصلوا معانا على جروب ايزي فيسيولوجي على الفيسبوك، facebook.com/group/easy.physiology. ادخلوا على الجروب ان شاء الله واعملوا او اشتركوا في الجروب، هتلاقوا ان شاء الله حاجات كويسه، هتلاقوا حاجات تانية وشروحات تانية غير المحاضرات بتاعتنا على اليوتيوب. لو حد عنده اي استفسار اي طلب في اي حاجه في الفيسيولوجي ممكن يطلبها على الجروب. الفيدباك بتاعكم مهم جدا، يا ريت تقولوا لي تعليقاتكم على المحاضره. هتلاقوا الصور ان شاء الله والفيديوهات في الديسكريبشن، هتلاقوا لينك للجروب في الديسكريبشن تحت الفيديو. انتظروني ان شاء الله في محاضرات جايه لو كان في العمر بقيه، والسلام عليكم ورحمه الله.